عندما كان الأديب يحيى حقي يفيق من غيبوبته الأخيرة عام 1992، كان يردد شعراً لأبي فراس الحمداني ثم يذهب إلى الغيبوبة من جديد، وهو كتب نعيه بيده واشترط ألا ينشر إلا بعد دفنه، لذلك لم يمشي في جنازته إلا بضعة أفراد، والنعي الذي كتبه عبارة عن جملتين: توفي أمس الكاتب يحيى حقي، من يقرأ هذا النعي يقرأ له الفاتحة. هكذا يسجل الكاتب إبراهيم أصلان جانباً من الأيام الأخيرة في حياة مبدعنا العظيم الذي توفي يوم 9 لعام 1992. ويضيف أصلان في كتابه شيء من هذا القبيل: رفض يحيى حقي في حياته أن ينشر مقالاته في الجرائد الأكثر انتشاراً، وفضل اللجوء إلى الأركان شبه الخفية لنشرها. كان يمشي متمهلاً وفي ذراعه المطوية حقيبة من الشباك مما تستخدمها ربات البيوت في حمل الخضر والفاكهة، وملأها بالقصص والقصائد والمقالات. ويراه أصلاً أنه أحد النماذج المثلى للتربية التي يجب أن يكون عليها الفنان، ومن أكثر كتابنا إدراكاً لوحدة الظاهرة الإبداعية. مضيفاً: كتب عن الناس الشعبيين رغم لمسته الأرستقراطية في مسلكه، بما يعني أن العبرة ليست أبداً في معرفة الناس، ولكن في الإحساس بهم. ويقودنا هذا إلى فهم ما حدث معه بعد تأليفه رواياته المدهشة قنديل أم هاشم في أربعينيات القرن الماضي ونجاحها الكبير. ففي سيرته الذاتية خليها على الله، ووفقاً لمقدمتها التي كتبها محمد رميش، يكشف أن حسنين باشا رئيس ديوان الملك فاروق استدعاه وظن بطيب نيته أنه سيستمع إلى كلمة تحية وتقدير، فتأنق وذهب. وهناك كان أحمد حسنين باشا واقفاً بقامته المديدة إلى جوار مكتبه، ولمح حقي على المكتب نسخة من قنديل أم هاشم، وتحدث حسنين غالباً في ضيق قائلاً: إذا يا حقي مش لاقي غير الفقرة تكتب عنهم، يا أخي شوف نجيب ريحاني عنده الفقرة يأكلوا فجل يتكرعوا تفاح. انتهت المقابلة لتقول أشياء كثيرة يرصدها رميش قائلا: يحيى حقي يكتب عن الفقراء، إلا أن القضية ليست هنا، فنجيب ريحاني أيضا يقدم الفقراء على مسرحه. الاختلاف أن يحيى حقي يكتب عن الفقراء بصدق، وما أزعج السلطات في أعلى قمتها ممثلة في رئيس الديوان الملكي أن يحيى يقول أن للفقراء الحق في حياة إنسانية كريمة، ولهم الحق في ثروة بلدهم. ولد يحيى حقي يوم 7 لعام 1905 بحارة الميضة، وراء مقام السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ في بيت كانت الوالدة فيه شديدة التدين، مغرمة بالقرآن الكريم وبقراءته وكتب الحديث والسيرة النبوية. وكان الوالد قارئا مفتونا بالشاعر أبي الطيب المتنبي، وكان لأخيه الأكبر إبراهيم مكتبة عربية وإنجليزية، كان عمه محمود طاهر حقي كاتباً. في هذه البيئة كانت أول منابع المعرفة له، حتى صار من أبرز مبدعي مصر في القرن العشرين، ومن شهود أحداثه السياسية والثقافية والفكرية، ومشاركاً في بعضها. فهو ابن الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل وأحد شباب ثورة 1919، ووكيل النائب العام في الصعيد، ثم الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والمنخرط بوظائف قيادية للثقافة المصرية مع ثورة 23 يوليو لعام 1952. وحين برعت موهبته في فن الكتابة تميز بالجمع بين ثنائية الفنان والمفكر. ويلخص رميش مجموع إنتاجه الإبداعي الذي بدأه في سن مبكرة قائلا: مرة يغلب عليه الفنان المفكر داخله فيقدم القصة القصيرة والرواية وقصيدة النثر، ومرة أخرى يغلب الفنان المفكر داخله فيقدم اللوحة القصة واللوحة المقال، إلا أنه وهو فنان لا يستطيع التخلص من المفكر داخله، ولعل هذا يفسر قلة الأحداث في إبداعاته القصصية والروائية.
شق يحيى حقي لنفسه طريقا فريدا ومميزا في الكتابة، يذكر في حوار لفؤاد دوارة في كتاب 10 أدباء يتحدثون أنه منذ انشغاله بكتابة القصة القصيرة وهو يحاول العثور على أشكال جديدة، ويؤكد: ربما كنت في قصة البوسطجي أول من استخدم الفلاش باك، أي البدء بالأحداث المتأخرة في القصة، ومن ثم الأشكال الجديدة التي حاولت الكتابة فيها بالشكل الدائري، كما في قصة السلحفاة تطير، أي أن القصة تنتهي من حيث بدأت. أما عن أسلوبه، فإنه وبالرغم من مجيئه من مرحلة تاريخية كانت تعطي للأساليب الزخرفية الأهمية الكبرى في فن الكتابة، إلا أنه ثار عليها، ويذكر في كناسة الدكان: لست أخجل من القول بأنني منذ أمسكت بالقلم وأنا ممتلئ ثورة على الأساليب الزخرفية، متحمس أشد التحمس لاصطناعة أسلوب جديد اسمه الأسلوب العلمي، الذي يهيم بالدقة والعمق والصدق، ويسميه حتمية اللفظ، ويعرفه قائلاً: وضع كل لفظ بدقة ليؤدي معنى معين، بحيث لا يمكنك أن تحذفه أو تضيف إليه لفظاً آخر أو تكتب لفظاً بدلاً من آخر.